انت مين؟ انا احمد سعيد المسلم، بحب السمك، عشت فيها كتير، بحب النيل الاسمر الجميل. لما كنت بطير كنت بشوفه من فوق وهو بيحضن مصر. انا كنت مع اجمل واحده في الدنيا، كنت مع القمر وسط السحاب. طب وزودها؟ مليون كمان كان بيعزف السما مفتوحه وزمان. تعرفي ساعات بفتح باب الطياره ورتب الترسيط، رتب ليه الغميم ملوش نهايه. الولاد دول طول عمرهم عايشين في اوضه ضلمه، حيطانها عاليه وارضها بارده، واللي بييأس بيموت. احنا بقى اخطر من الحياه، بنبني بكل شجاعه بدل ما نحط ايدينا على وشنا هنخبط في حاجه.